هي وسيلة الري الرئيسية منذ البدايات، تسمى اليازرة وفي بعض المناطق تدعى الزايرة. ابتكار قديم جدا. تتكون اليازرة من النخلة نفسها بتصميم متقن وتفاصيل كثيرة، ولا بد هنا من الاستعانة بأحد الثيران القوية والقادر على العمل طوال النهار. مهمة شاقة تتطلب جهدا وصبرا طويلا. يتم الإمساك بالثور عن طريق حبل الزالوي، وبعدها يتم النزول إلى نهاية هذا الممر الأرضي المائل والمسمى الخب. فخلال مرحلة النزول هذه يرتفع الدلو المصنوع من جلد البقر، ومن المغيلة تنزل المياه إلى أحد الأحواض التي سيتم عن طريقها توزيع المياه إلى شتى أنحاء المزرعة. يتم تكرار هذه العملية صعودا ونزولا لساعات طويلة، فالعمل يبدأ من 4 صباحا وحتى 11، ويستأنف من 2 ظهرا إلى مغيب الشمس. عمل كبير والأرض هي الغالية. الصوت الصادر من البكرة العلوية أو المنيور هو صوت الارتواء، وبالنسبة للعاملين هو كالموسيقى، يطربون لها ذهابا وإيابا. وشاتمنا أصابي العوب وشاتمنا وشاتمنا وشتري الويا سهران منا. هكذا كان الصوت دائما.